أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد أجيكم هذه المرة بموضوع مهم، هو اليوم العالمي لمحو الأمية لجورني انترناسيونال دو لالفابيتيزاسيون. والشاط يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومة، وقلة التعلم اللي يؤدي إلى التخلف. إذن بالعلم ترقى الأمم. ألف باء للعلم لا للجهل، لا للأمية السوداء. ألف باء للنور، نور العقل لما يسطع في الظلمة. استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة، نحبكم يا أطفال. الأمية السوداء، ألف باء للنور، نور العقل لما يسطع في الظلمة. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي: أجمل هدايا